كان ايه النهارده؟ تمام. كان عامل ايه؟ كان كويس لحد ما، بس كان صعب. يعني ايه الاسئله اللي انت شايفاها كانت صعبه؟ يعني كان في دايما كل شويه سؤال من الحاكم اللي حصل في زمن الاحداث ديت، كان ده سؤال غريب جدا. في نفس الوقت كانوا مركزين الاسئله على حاجات معينه، يعني مثلا الفصل الثالث ما كانش فيه اسئله فيه المقارنات اللي هي مثلا طول السنه عمالين ندور عليها ما جاتش، بس كان في صراحه اسئله كتير جدا. تمام. الوقت كان مكفي الامتحان ولا انت شايفه ان هو الوقت كان قليل عليه؟ الوقت كان مكفي، بس عارفه اللي هو التوتر بقى وانك انت عماله تفكري في اسئله غريبه دوت بيقلل من الوقت.